سحوري، مو قلت لك تصحيني بعد ساعة؟ ما خليتيني نام لين الحين. واضح إن اللي نايم على ودانه هو أنا مش حضرتك. نعم، وأنا اللي كنت خايف عليك من عهود وقلقان عليك منها. لحظة، الحين اللي أخذ حبة الصداع أنا ولا أنت؟ ممكن أعرف إيه اللي بينك وبين زينة؟ وشو؟ أنا دلوقتي عايز أعرف إيه اللي بين جوزي وصاحبتي. مخك مظلوم، ما عندك مخ يا سحر، إيش قاعد تقولين أنت؟ أنا قريت الرسائل والحوارات اللي ما بينكم، تقدر تفهمني كان إيه لازمتها التمثيلية اللي أنت عملتها عليا؟ ما تكلميهاش تاني وما تدخليهاش بيتك، كل ده ليه؟ ها؟ عشان تروح تقابلها من ورايا لوحدكم؟ علشان أبغى أفهمك إن صديقتك هذه ما هي بنوية لك الخير، علشان تفهمين، بس مخك مقفل ولا راح يفهم شيء. وأنت إيه؟ أنت إيه اللي ناوي على الخير وخايف عليا منها؟ تقدر تفهمني دلوقتي؟ أنت مين مسجل اسمها عندك باسم راجل؟ من سمح لك أصلاً إنك تفتشيني في جوالي؟ لا ما أنت مش كل مرة تغلط هتقلب الترابيزة عليا وتطلعني أنا الغلطانة. أنت اللي غلطانة، أنت اللي ما سكرتي فمك هذا، رايحة تقولي لها أسرار البيت اللي المفروض إنك تأتمنين عليها؟ أكيد وضروري إني أشوفه عشان أعرف إيش قلتي له. يعني قابلته؟ إي نعم. ويا ليتك تشوفين حتى المسجات والكلام اللي صار بينه وبينها، وتشوفين كيف انا قاعده اتهرب منها. لا، اللي واضح قدامي انك قابلته، والله اعلم بقى كم مره. ايه، انا رحت علشان اشوف ايش ناوي عليه، علشان احميك منها. لا يا شيخ، عايز تحميني منها تقوم تروح تقابلها من ورايا. طبعا انا في عينك متهم وببقى متهم، بس كل الشكوك مظنون فيني، مهما اسوي مهما اروح واجي راح تشكين فيني. سحر، وين الحياة اللي تقولين إذا تزوجتك بتشوف حياة حلوة كريمة وسعيدة؟ وين الزفت اللي أنا ما شفته؟ وإيه بقى الحياة الحلوة بالنسبة لك؟ إنك تحبسني هنا ما أعرفش أنت بتهبب إيه برا؟ خارج مع مين وداخل مع مين؟ وكل ما تتزلق تطلع لي بمليون حجة. ولا في ولا حجة ولا زفت ولا حتى أبغى أبرر لك. يلا بس استنى هنا، أنا لسه بكلمك. هو أنت فعلا رحت قابلتها عشان خاطر تعرف إيه المعلومات اللي عندها وهي ناوية على إيه؟ وهذا اللي أبغى أعرفه، واللي طول عمرك ما راح تصدقينه. لا حسن، هصدق للمرة المليون إنك مش بتكذب عليا، بس لو فعلا عايزني أصدق امسح رقمها من تليفونك دلوقتي. ولو مسحتها بترجع وتدق مرة ثانية الخبلة. لا، دي شغلتي أنا بقى. لا والله، أنت اللي ناوي على الجنون اليوم. ما هو كلام بقى، أنا أسكت على المهزلة دي. تحت الحين؟ الحين لا يمديها لا توصلني ولا حتى غيرها.